طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ المحاضرة بتاعتنا النهاردة. والمحاضرة النهاردة بعون الله هنكمل النويز ريتنج، نعمل عليه ريفيجن كده، وبعدين نعمل ريفيو على الشابتر كله، بحيث يبقى الموضوع بتاع الروم أكوستكس اتلم في ذهنكم بشكل كامل، عشان لما ننقل لموضوع تاني يبقى الموضوع ده بقى ايه، خلاص انتوا بقيتوا كومبليتلي اوير بيه. بس قبل ما ابدا المحاضره، انا بس عايز اكد على البروجكت. انتوا لازم الكلاس بروجكت او الكورس بروجكت لازم بيتعمل له بروجرس ريبورت، والبروجرس ريبورت ده بيترفع ل المهندس هاشم. فهنا علشان انا بعد كده بدخله في الكلاس وورك ايفالويشن بتاع حضراتكم، فعايزكم تكونوا منتظمين في تقديم البروجكت بروجرس ريبورت دهون، علشان اول باول كده البروجكت يبقى خلاص ايه جاهز. احنا طبعا داخلين على الايه، بنقفل السنة وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، وغالبا خلال أيام الكلية هتعلن لكم على الموقع بتاع الجامعة عملية الامتحانات والكلام ده كله. لكن إن شاء الله يعني إحنا هنمتحن الأسبوع القادم، هنمتحن اللي إيه كويز 2، متفقين؟ الو دكتور، كنت عاوز اسال حضرتك، هو دلوقتي احنا هنمتحن كويز 2 ازاي، او على اي منصه، او هنعمله ايه؟ هنعمله زي ما احنا كده، هعمل لكم كويز 2 على جوجل كلاس روم اونلاين امتحان، هعمل لكم قبل منه ترايل، تمام، هعمل لكم امتحان صغير كده هون تجريبي، ممكن يبقى قبل منه بيوم، بحيث تبقوا عارفين السيستم ماشي ازاي. الامتحان بيبقى ام سي كيو وفيه تشويسز، وانت بتختار بتبقى طبعا محضر وانت قاعد، بتحط ورقة وقلم جنبك علشان تعمل الحسابات بتاعتك اذا فيها حسابات، او يعني تفكر وتحل ايه، تختار الخيار بتاعك اوتوماتيك. بعد ما بترفع الاجابه بتاعتك، ببقى انا حاطط الموديل انسر مخزنها على السيستم يعني، فهنا بيتم الايفالويشن بشكل مباشر يعني. لكن انا برضو علشان انها ممكن تكون انتوا مش فاميليار معاها، لكن هديكم امتحان قبلها صغير كده، زي 3 أسئلة او 4 أسئلة صغيرين، just to feel how it is going to be بالنسبة للأونلاين اكزام. و90% ده اللي هيبقى الامتحان برضو بتاع الفاينل يعني هنعمله برضو بالفاينل، هيكون بالشكل ده، وانتوا هتشعروا ان هو الستايل ده هو انسب حاجة بالنسبة لكم. كنت عايز يبقى المهم دلوقتي، المعلومة المهمة ان احنا هنعمل في بداية المحاضرة اللي جاية او في نهايتها، هكتب لكم انا على هعمل لكم اعلان على الجوجل كلاس روم ان وقت امتحان كويز 2 هيبقى امتى، ووقت الترايل بتاع الكويز 2 امتى، لان غالبا الترايل والكويز 2 هخلي المهندس هاشم يشرف عليكم فيهم، فهعمل لكم اعلان وهظبطها لكم يعني ان شاء الله. انتوا درجات الكويز 1
اديها لكم اهي. شايفين الشاشة بتاعتي طبعا؟ ايوه يا دكتور شايفين. اتحرك كده ولا لا؟ اتحرك تحت. اوب انا اتحركت غلط. طيب أنا عندي عبد الرحمن أحمد سالم، ده مش مسجل وأنا مش متذكره. هو عبد الرحمن معاكم ولا أنتوا مش جديد عليكم؟ هو أول مرة نسمع الاسم ده يا دكتور، وده غالبا يمكن دفعة أصغر منه. هو 15 أكبر بقى مش كده؟ لا هو معايا يا دكتور هو معاكم؟ سليم. بيحضر معانا المهندسة ميرنا اللي بتتكلم ولا مين؟ يا دكتور، هو حضر المحاضرة، آخر محاضرة حضرناها في الجامعة. عبد الرحمن. طيب فيه يوسف ومحمود جبر، دول ما حضروش الامتحان، فدول لازم يعملوا كوميونيكيشن معايا علشان نشوف هنعمل لهم ايه. انا بقى علشان الامتحان ده هون كويز وان، وانا قدامي النهاردة ميرنا حضرت في الاول وبعديها ايسر وبعدين اشرقت، فانا هعمل لكم بونص للالتزام بتاعكم، بونص في الكلاس وورك، لان في الكويز ده لما في الكلاس وورك، علشان الديسيبلين واحترام المواعيد، ان انكم ظهرتوا قدامي بسرعه، اللي هو زي ما قلت كده هو ميرنا وايسر واشرقت، دول هعملهم بونص. اذا كويز 1 محتاج بونص هعمله، اذا كويز 1 مستوفي هحط لكم في اعمال السنه. انا فين عندي؟ ادي ايسر. نطلع فوق شوية كده، ميرنا هيبقى ليها بونص عندي، ويبقى نشوف أشرقت. وأشرقت يعني. ومرنا هيبقى لها بونص في الكلاس وورك. طيب احنا كده نكون متفقين بقى على الخطه بتاعتنا. انتوا الامتحانات بتاعتكم غالبا هتبقى في، بتهيألي اعلنوا ليكم انه هتبقى في نهايه شهر 5 مش كده ولا ايه؟ هم قالوا ان الدراسه هتخلص يا دكتور يوم واحد، يوم 21/5. الدراسه تخلص 21/5 وهيبقى بعديها الايه، جدول الامتحانات هيبدا اليومين دول، جدول الامتحانات هيبدا ينزل، ونبدأ بقى ايه، نعرف مواعيد الامتحانات بتاعتنا، ونعمل الكويز 2 المحاضرة الجاية، والترايل اكزام قبل منه، بحيث نبقى متمرنين على الايه، على الامتحان. الامتحانات الاونلاين امتحانات ان شاء الله تبقى كويسة وتقدر الغرض، وما فيهاش جديد بالنسبة لكم، يعني
بنتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه. طيب ننقل على المحاضرة بتاعتنا بقى. طب دكتور معلش، هو دلوقتي كويز 2 هيبقى على جزء اللي هو بعد كويز 1 كله؟ والله زي ما نتفق، ما هو الحاجة اللي ما بتجيش في كويز 2 هديكوا برضو بتجيكوا في الفاينل. يعني الفاينل دلوقتي بقى انتوا عارفين ان الفاينل الميد تيرم راح للفاينل، تمام. ايوه فانتوا عندكوا الفاينل بقى من ايه، من 70 مش كده؟ بقى من 70، فعليه ويت كبير دلوقتي. ف خلاص احنا امتحنا كويز 1 كان شابتر ايه، شابتر 1 و2 ولا كان شابتر 1 بس؟ كان شابتر 1 كان اول ثلاث مذكرات، اول ثلاث شباتر اللي هو لحد جزء اول اللي هو اول ثلاث فايلز يعني. فايل خلاص نبدا من بعده، بس الحاجات الاساسيه اللي هي البديهيات دي لازم تبقى عارفينها، اللي هي اتقالت في شابتر 1. يعني في بديهيات وبنكررها في كل محاضره لازم تكون واضحه عندكم، ولازم نبقى عارفينها. تمام تمام لكن هنبدا تمام. بقى خلاص احنا عملنا شابتر 1 دخل معانا فيه الدوبلر اللي هو كويز 1، مظبوط؟ ايوه مظبوط. كان في مسألة على الدوبلر، يبقى احنا شابتر 2 ممكن نركزه على الاندر ووتر اكوستكس اللي هو كويز 2، والجزء الاولاني بتاع الروم اكوستكس اذا حبينا يعني، او نركزه على السونار. انا ما عنديش مشكله في الحالتين، الاثنين نقدر نعمل. لا نخليه في الاثنين ولا في واحد؟ لا خليه في واحد، بس ان احنا نقدر نركز. عموما السونار كان الاندر ووتر اكوستيك كان واخدين انتوا عليها جزء كبير، فنعملها كده مفيش اي مشكله. بس في جزء قبل كده اللي هو المايك وال مظبوط مظبوط، يبقى يدخل معانا فيها المايكس. تمام يبقى نعمله على المايكس والاندر ووتر اكوستكس. ماشي كده؟ ماشي كده. هو كده يا دكتور انا هناخده أربع مذكرات. أنا مش قدامي البتاع، لكن كل ما يخص الأندر ووتر أكوستيك والسونار يعني والمايكس. المايكس كلها شابتر أو شابترين يمكن. مذكرتين. مش كده؟ حاجة زي كده؟ والتاني كان جزئين برضه. تمام. طيب. خلاص احنا اتكلمنا في كل اللي هي النواحي الاداريه بتاعتنا، بس برضو انا باكد على نقطتين. النقطه الاولانيه اللي هي البروجرس ريبورت بتاع البروجكت لازم يتعمل، لان البروجرس ريبورت ده بعمل له ايفالويشن في الكلاس ورك بتاعكم، وهو ده اللي بيضمن ان حضراتكم شغالين في البروجكت بشكل جيد. النقطة الثانية ان احنا هنعمل الكويز 2 الكويز 2 في المحاضرة اللي جاية، لاما اولها لاخرها غالبا قبل منها مباشرة يعني او في نهايتها، والترايل اكزام ممكن يبقى قبلها بيوم. كل البيانات دي هدققها واحددها ليكو في بداية الاسبوع الجاي كده، هون هنزل لكم على الكلاس روم المواعيد بالظبط. متفقين؟ ودي زي ما انتم شايفين اهي، عشان اللي ما شافش الدرجات بتاعته يشوفها، ده الاكسل شيت بتاع كويز 1. الدرجات قدامكم اهي. دكتور معلش، هو دلوقتي بالنسبه للناس اللي خلصت مشاريع، هل ممكن ان هو يرفع المشروع على طول من غير ما ينزل الاستيتس؟ ايه
لو المشروع مستوفي وانت مطمئن، لان المشروع دلوقتي هيتقيم وعليه ويت كبير، فانا اشوف انك تاخد فرصه اكتر، انا ما عنديش مشكله، لكن لو جالي مش هقيمه مرتين. ماشي تمام. طب يا دكتور معلش، هو ما فيش بري ايفالويشن ليه؟ طيب وهو ما انا بقول الايفالويشن اللي هو البروجرس ريبورت اهو، قدم بروجرس ريبورت. امال البروجرس ريبورت ده ايه؟ يعني انا هقدم اللي انا عملته في المشروع ولا اقدم يا ابني؟ ما هو قدم اللي انت واصل له لغايه دلوقتي، لو انت مخلصه لغايه دلوقتي قدمه، عايزه انهي قول لي ان هو ده مش هتقدم حاجه تاني، ان هو ده الفاين، بس لازم يكون في الفاينل فور. افضل ليك انك تقدمه كبروجرس ريبورت بحيث تستفيد من الوقت المتاح، لكن انت لسه قدامك شويه. ماشي كده؟ ايوه. الدرجات بتاعتكم هات انا هنزل بيها تاني لتحت كده. انا برضو باكد الناس اللي ما امتحنتش لازم تكومينيكيت معايا علشان نشوف هنعمل معاهم. في اتنين اهوت، محمود جبر ويوسف، دول ما حضروش الامتحان. أشيل خلاص الدرجات كله شافها؟ تمام يا دكتور. تمام كده. دكتور معلش كان سؤال، الريكورد اللي حضرتك كنت بتسجله بتاع المحاضرة اللي فاتت حضرتك تقريبا ما نزلتوش. نعم. الريكورد بتاع المحاضرة اللي فاتت بتاع زوم اللي هي أيوه. المحاضرة كانت قبل أسبوع الأجازة حضرتك تقريبا ما نزلتوش. ما رفعتوش؟ لا طبعا انا برفع كله، بس هراجع تاني. انتوا كلكم مش متفقين ان انا ما رفعتوش يا حضرتك؟ يا دكتور ما رفعش. اللي هو طيب هقول لكم على شيء. في كل الاحوال النهارده انا طبعا هشوفه، لو ما ترفعش هرفعه، لكن برضو النهارده احنا بنقفل، بنعمل ريفيجن كامله على الروم اكوستكس، فان شاء الله برضو هيبقى كافي كمان بالاضافه للي فات يعني. تمام كده؟ طيب احنا دلوقتي اتاكد بس ان احنا بنسجل اهو، احنا بنسجل من الاول حتى الكلام ده بنسجله. طيب هنبدا بقى نتكلم في المحاضره بتاعتنا. انا عارف ان انا بدات معاكم النويز ريتنج، لكن انا هبداها تاني من جديد اهو علشان يبقى كل حاجه معانا واضحه. ايه موضوع الروم اكوستيك والنويز ريتنج؟ النويز ريتنج ده اللي هو الستاندر بتاعه كل روم، ان هي تنفذ الاكوستيك فانكشن بتاعتها، زي ما اتفقنا انه الاكوستيك بيهيفير بتاع كل روم بيختلف من تردد لتردد. وانا عندي الاكوستيك رينج اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو من 20 هرتز ل 20000 هرتز، يعني ل 20 كيلو هرتز. فالروم اللي احنا هنستخدمها لريستوران غير الروم اللي هنستخدمها لكلاس روم، غير الروم اللي هنستخدمها لتعليم لغه، وهكذا. كل روم ليها اكوستيك behavior وليها ستاندر اكوستيك behavior عند كل تردد. يعني عند كل تردد بنشوف الساوند بريشر ليفل المفروض يبقى في حدود قد ايه علشان الروم دي تأدي الوظيفه بتاعتها مظبوطه. احنا الساوند بريشر ليفل او النويز ريتنج بيبدا من نويز ريتنج 25 لنويز ريتنج 50 واكتر من كده، بس يعني اللي هم جوه دايره الاهتمام بتاعتنا
اللي احنا بنتكلم اليوم. نويز ريتنج 25 و 50 يعني ايه؟ يعني الساوند بريشر ليفل عند الالف هرتز بيبقى 25 دي بي، والان ار 50 يعني الساوند بريشر ليفل عند الالف هرتز بيبقى 50. طب ليه عند الالف هرتز؟ لان الريسبونس بتاعت الهيرنج بتاع الاير بتاعنا عند الالف هرتز بناخدها مرجعيه، لان هي ريسبونس عاليه والسنسيتيفيتي بتاعتها عند هذا التردد عند الالف هرتز بتكون عاليه، فبناخد الالف هرتز هو المرجعيه بتاعتها. النويز ريتنج بنحسبها بالشكل ده، الاس بي ال بتساوي النويز ريتنج عند تردد معين في البي اف بلس اي اف بالدي بي. البي اف والاي اف دول كونستانت لكل تردد بتبقى جيفن في تيبل، والاس بي ال اللي هو الساوند بريشر ليفل عند التردد اللي احنا بنشتغل عليه، والان ار اف اللي هو النويز ريتنج عند التردد اللي احنا بنختاره. طيب ايه ارتباطهم ببعضهم؟ الارتباط ببعضه اهو. ده الاول بس كده لقطة سريعة للنويز ريتنج. ادي النويز ريتنج 30 اهو اللي احنا بنتكلم عليهم، 30 35 40 لغاية 55. فالنويز ريتنج 30 اهو باجي عند الالف هرتز، لو انا خدت اللاين ده اهو الاقيه بيقطع النويز ريتنج 30 عند ال 30 دي بي اللي هو الساوند بريشر، وعند ال 40 او ال 35 او بيقطعها عند ال 35 وعند ال 40 اهو. يبقى اذا احنا عرفنا التسمية جاية من الارتباط بالتردد اللي هو الاثنين كونستنت بتوعنا اللي هم الـ AF والـ BF، هم بيبقى القيم بتاعتهم بتتغير مع التردد. يبقى أنا لما هاجي أحسب الساوند بريشر ليفل عند التردد 31 يبقى القيم بتاعت الكونستنت بتاعتي هتبقى الـ 55.4 والـ 0.681، ولما هاجي أحسب الساوند بريشر ليفل أو النويز ريتنج عند التردد 8000 هيبقى الـ AF بتاعي minus 8 والـ BF 1.03. طبعا الوظيفة بتاعت الروم بتبقى مرتبطة، أو النويز ريتنج لازم يناسب الفانكشن بتاعت الروم بتاعتي. يعني لو انا بتكلم على اكوستيك لابوراتوري يعني معمل اكوستيكس، يعني لازم تكون نسبه الساوند بريشر ليفل اللي جواه ضعيف جدا، فانا بتكلم على نويز ريتنج 15 ده كريتيكال اكوستيكس. لو بتكلم على راديو ستوديو او كونسرت هول قاعه حفلات، فاحنا عايزين النويز ريتنج يبقى في حدود 15 علشان الصوت عامل مهم جدا في الحاله بتاعتنا دي. فهنا الساوند بريشر ليفل بتاع النويز المفروض ما يزيدش عن 15 علشان الساوند بريشر ليفل الحقيقي بقى ما يتاثرش بالنويز. ليه؟ لان لو النويز ريتنج عالي بقى عن كده هو عن 15 يبقى هيتداخل مع الساوند سورس اللي ايه اللي بيشتغل،
وهيبدأ يأثر على الكواليتي بتاعت الايه الساوند. لما بنيجي نتكلم على مثلا زي الريستوران او الكافتيريا، مثلا الريستوران او الكافتيريا لان عدد كبير من الناس بتبقى موجوده، فالنويز ريتنج بتاعها بيبقى 40 و45، واحنا في الحاله دي لما بنقعد نتكلم مع بعض احنا بنبقى ادابتد على الكلام ده هو، وبنبقى قاعدين قريب من بعض وبنتكلم بصوت متوسط وبنسمع بعض علشان المسافه بيننا ايه قريبه. لكن الاوفر اول نويز ريتنج جوه الريستوران المفروض ما تزيدش عن ايه عن 40. طبعا في بعض المطاعم بيحطوا منطقه لعب الاطفال وحاجات من دي، فهنا هو لما بيحطوا مناطق لعب الاطفال بيحطوها في منطقه ايه بعيده شويه عن الناس اللي غالبيه الناس اللي حاضره، او على الاقل بتبقى بيقعد اهاليهم جنبهم ودول يستحملوا لو النويز ريتنج عالي شويه في ايه في المنطقه بتاعه الاطفال. طبعا لما نيجي نبص بقى الهيفي انجينيرنج او مانيفاكتشرنج، منطقه صناعيه وفيها ماكينات بتشتغل، فبيبقى النويز ريتنج بتاعها ايه 55. وطبعا هنا اللي بيحصل سبيتش انترفيرنس، يعني الى حد كبير الناس بتبقى كده كده مركبه في ودانها الفلاتر اللي بتمنع الضوضاء، وبيبقى الكلام فيه درجه صعوبه عاليه. احنا هنكمل بعد سيشن تانيه لانها هتقطع، بس احنا هنكمل يعني تخليكم معايا. طيب احنا هنشوف ازاي نحسب النويز ريتنج. احنا عندنا بفرض ان عندي روم كالكوليت ساوند بريشر ليفل فور نويز ريتنج 35 و40 و45 و50 و55 عند الايه الترددات من 31.5 ل 8000. يبقى ايه اللي احنا بنعمله هنا؟ احنا بنحسب النويز ريتنج اللي هو الكيرفات اللي احنا شفناها قبل كده. احنا عايزين نتعلم نرسم الكيرفات ده علشان يبقى احنا رسمنا الستاندر بتاعنا. بعد كده لما بحسب الروم اكوستيك بتاعتي اللي هي الاس بي ال بتاعت الروم بتاعتي، ده المفروض الاس بي ال بتاعت الروم عند الترددات كلها يكون اعلى من النويز ريتنج الخاص بالروم ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الروم بتاعتي مثلا روم بستخدمها في وظيفة معينة، والاس بي ال بتاعها زي ما انتم شايفين اهو، احنا خدنا حسابات الاس بي ال في الريفربريشن وخدناها في الادجيسنت روم وخدناها في الاوت دور وكل الحاجات بتاعتنا كل الحالات حسبناها. فانا طبقا للروم بتاعتي، يعني لو انا شغال في الروم ومعايا الساوند سورس جوه الروم، يبقى هشتغل بالريفربريشن ساوند بريشر ليفل. لو انا وهحسبه عند كل الترددات وشفنا القانون بتاعه، لو انا الروم اللي عايز اشتغل عليها مثلا زي ما خدنا مثال قبل كده فندق، وده جنب adjacent للروم اللي انا فيها، احنا خدنا برضو ازاي نحسب الساوند بريشر ليفل في الفندق ده، وبيكون الساوند سورس هو اللي موجود في ايه في الغرفه الاساسيه. هنبص عليها برضو النهارده تاني كده علشان نربط لكم الامور ببعضها وما يحصلش ايه لابس عندكم. لكن الفكره الاساسيه هنا ان انا عندي الروم بتاعتي
بحسب لها الساوند بريشر ليفل عند كل الايه الترددات بتاعتي، وانا عندي النويز ريتنج عند كل الترددات. يعني لو انا حطيت النويز ريتنج تحت في التابل ده هحط النويز ريتنج مثلا 35، وهيبدا عند كل تردد من الترددات ال 31 ونص ال 63 وال 250 المفروض الاس بي ال بتاعي ما يعديش النويز ريتنج بتاع الروم اللي انا بتكلم عليه. لو الروم بتاعتي مطعم مسار السرعة، المفروض عند اي تردد من الترددات دهيا الاس بي ال بتاع الروم يكون اقل من النويز ريتنج بتاع الايه الريستوران بتاعي اللي هو زي ما شفناه المره اللي فاتت كان نويز ريتنج 40. طيب نيجي نحسب بقى الايه الستاندر بتاعنا النويز ريتنج عند نويز ريتنج 55، وهنبدا نحسبه عند الترددات بتاعتنا من 31 ونص ل 8000. فانا عندي ال اس بي ال ساوند بريشر ليفل اهو، والتيبل بتاعتنا قدامنا اهي، وببدا الاس بي ال بيساوي النويز ريتنج. انا بتكلم عايز اعمل الستاندر بتاع ال 55، فعند التردد 31 ونص البي اف قيمتها 0.681 والاي اف قيمتها 55، لما بنضربهم ونجمع يطلع لي 92 دي بي. ننقل عند التردد 63 الاس بي ال 55 والبي اف 0.79 والاي اف اهون يطلع لي 78. نكمل مثلا نمسك عند 250 باينه قدامنا اهي عشان ما نقعدش نتحرك كتير اهو ال 55، وعند ال 250 ال بي اف 0.39 والاي اف 12 بيديني 63، وعند ال 500 الاس بي ال بيديني 55 في بوينت 974 وهنا 4.88. شو وبعدين بنيجي بقى عند الالف، لما هتضرب عند الالف بيدي واحد وزيرو، لما هتيجي تضرب واحد وزيرو هتديني ايه؟ يبقى الواحد اهو مضروب في 55 والاي اف بزيرو، يبقى الاس بي ال بايه؟ ب 55 زي ما قلت لكم عند الايه؟ عند الالف هيبقى الاس بي ال او النويز ريتنج هتلاقي قيمته 55 اهي زي ما ايه ما احنا حسبناها قبل كده. اهي الحسابات بتاعتها ماشيه بشكل. هنكمل الجدول بتاعنا وهنوصل لعند ال 8000 اهو، ويبقى الاس بي ال بتاعتنا ب 48. لو احنا جينا الاس بي ال limit for occurs at ايه، انا بقول this level are compared to room data in table 14-8. احنا حطينا ال SPL بتاعنا بتاع الغرفة بتاعتنا، احنا كنا حطينها اهي ادي ال SPL بتاعت الايه الغرفه اللي احنا بنتكلم عليها. الغرفه دي بقى لما هنيجي احنا بنقول الغرفه دي ليها تطبيق معين، فلازم تكون ال SPL بتاعها اقل من النويز ريتنج بتاع التطبيق بتاعها ده. فنبص عليها كده اهو، ادي احنا كنا بنقول الغرفه دي الاس بي ال بتاعها احنا كنا حاسبينه
وهو نفس البيانات اللي نقلتها هو هنا في التابل دي، وادي ال SPL 55. فهل الغرفة ده هي تصلح للتطبيق ده ولا ما تصلحش؟ الطبيعي علشان تكون الروم بتاعتي مناسبة لل 55 لازم تكون كل الفاليوز عند كل تردد اقل من الايه، من الفاليوز اللي فوقيها. نبص كده نلاقي عند 31.5 هنا 39 هنا 92 يبقى اقل منها، كويس، وهنا كويس، وهنا اقل، وهنا هو اقل، هنا اقل، ماشي. يبقى بالشكل ده الروم بتاعتي التطبيق بتاعها يناسب ال 55. لما اجي ابص هنا هو ادي ال النويز ريتنج من اول 35 لغاية 55 زي ما شفناها اهوت، من 35 40 45 50 55. الروم اكوستكس بتاعتنا اللي احنا حسبناها الـ SPL بتاعها حسبناها منين؟ حسبناها، انا بس عايز اربط الاحداث في ذهنكم، حسبناها لو من المعادلات السابقه بتاعتنا، ان انا عندي الروم بتاعتي دي لو فيها ساوند بريشر ليفل جواها جوه الروم يبقى انا هحسب الريفربريشن ساوند بريشر ليفل عند الترددات المختلفه، وهنرجع للمعادله نشوف بتحسبها لنا ازاي.